وإن لكم في الأنعام لعبرة. الخيل من أروع المخلوقات اللي ممكن نعتبر منها، يمكن لأنها بتشبهنا، بتحب الجموح والحياة الحرة، بس الجموح ساعات بيضرها. كنت بستغرب جمال حديث حبيبي رسول الله الراقي لما قال عاتب الخيل فإنها تعتب، لأن الخيل معروف عنها العنفوان اللي ممكن يخليه يعاند ساعات، وعشان كده بيحتاج للجام تمام زي النفس، بيملاها العزة والكرامة واللي بتوصلنا ساعات للعناد. الأروع إن دايماً معنى الفروسية في كل لغات العالم كان مرتبط بالقدرة على ركوب وترويض الجواد، يمكن لأنه شبيه قوي بترويض النفس، فيها نفس الجموح والشرود. وزي ما الفارس نجاحه في ترويض الخيل اللي كان من فترة جامح محدش قادر يقرب له، نجاح كل إنسان هو ضبطه لنفسه العنيدة وإلزامها بلجام الحق والعدل.